أهلا بكم. كشفت بيانات رسمية اليوم عن قفزة في أرقام الديون الخارجية والمحلية المصرية تجاوزت 11 مليار ونصف المليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وبحسب أرقام البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين المحلي بنسبة 5.3% خلال أول 3 أشهر من السنة المالية الجارية. كما قفزت أعباء خدمة الدين الخارجي والتي تمثل قيمة الأقساط والفوائد بنحو 184%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. مشاهدينا الكرام، حول هذه البيانات وتأثيرها على الاقتصاد المصري ككل وعلى المواطن المصري بشكل خاص، انضم إلينا في الاستوديو السيد مصطفى عبد السلام، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربية الجديد. أستاذ مصطفى، رحب بك معنا. أهلا وسهلا. خليك سريعا أن توضح وتفسر للمشاهدين هذه الأرقام وهذه الارتفاعات سواء في الدين الخارجي والداخلي لمصر. يعني بداية، إن هذه الأرقام بتتناقض كلية مع الخطة المعلنة من الحكومة بخفض الدين الحكومي. الحكومة على حس هذه المسألة أو هذه الخدعة عملت إيه؟ خفضت الدعم، رفعت أسعار الكهرباء، رفعت الأسعار، رفعت المشتقات البترولية، وقالت إن في برنامج إصلاح اقتصادي. البرنامج الإصلاح الاقتصادي ده في النهاية قالت إيه؟ إن أنا عشان أخفض الدين الحكومي. ده ما حصلش. يعني انت ببساطة عملت كل الإجراءات دي وفي النهاية بترفع 290 مليار جنيه في 3 شهور. أنا آسف أستاذ مصطفى، يعني أنا هضرب مثال عشان نسهل الدنيا على من يشاهدنا من المشاهدين. دلوقتي واحد جه يعني قلل المصروف عن بيته بشكل أو بآخر علشان هو ما يستلفش من بره، لكن جه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة السلف زاد رغم أنه هو قلل المصروف على ده بيته. صحيح. ده صح كده؟ هو ده اللي حصل؟ ده ليه؟ صحيح. ليه حصل؟ ده صحيح. لأنك أنت الحكومة للأسف يعني المعلن غير المخفي. يعني بمعنى إيه؟ هي بتقول لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتوهم الناس ان احنا هنعمل عشان الاجيال القادمه هنخفض الدعم وعشان الدين المحلي وعشان عجز الموازنه، وانت بتعمل كل ده وفي النهايه انك انت بترفع ده ببساطه فشل اقتصادي بحت من قبل الحكومه في اداره الملفات. الفلوس بتروح فين؟ يعني هذه الارقام مصروفات. مصروفات في ايه؟ مصروفات. انت عندك المشكله ان الاقتصاد بينزف وبيخسر، كويس، والحكومة في مصر لا تعترف بهذه الخسائر ولا تعترف أنها سبب في هذه الخسائر، وبالتالي هو أصلا بيقترض عشان يسد يسد يسد. الملاحظة الثانية والأخطر في المسألة دي أنك أنت واخد هذه الأرقام بتخص بس الربع الأول. الربع الأول اللي هو إيه؟ من 7 إلى 10 من 7 إلى 10 2016. الكارثة كلها في الربع الثاني اللي هو من كام؟ من 10 لشهر 12. ليه؟ اللي هو دول مصر اقترضوا فيهم 8 مليار دولار دين خارجي، ودي يعني المشكله الكبرى. انت اقترضت خلال هذه الفتره 2.7 مليار من صندوق النقد الدولي، اقترضت زيهم من الصين، اقترضت مليار دولار من البنك الدولي، اقترضت 500 من البنك التنميه الافريقي، ودي الكارثه. وبالتالي انت كحكومه دخلتنا في دوامه حاجه بسيطه خالص، انك انت دلوقتي دخلت في مرحله الاقتراض لسداد اقتراض. اقتراض من البنوك المصريه لسد عجز الموازنه، اقتراض من الخارج لسد ديون خارجيه. وخدمه الدين. المشكله ده ومحصلته ايه؟ انك انت في النهايه الفلوس اللي انت بتاخدها من الناس في شكل ضرائب وجمارك ورسوم في المحاكم ورسوم في المرور والحاجات دي، انت الفلوس دي كانت حوالي ما يقرب من اكثر من 500 مليار. المفروض تصرفها على ايه؟ على مشروعات، على تحسين الطرق، على رغيف الخبز. المشكلة دي انك انت في النهاية بتاخد الفلوس دي عشان تسدد الديون. نعم. ينضم الينا عبر الهاتف لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، هو معنا من القاهرة. ارحب بك معنا دكتور عبد النبي. اهلا وسهلا. نعم. هل الأرقام الرسمية التي أظهرت قفزات في أرقام الدين المحلي والخارجي لمصر بشكل أو بآخر هي دليل على فشل السياسات الاقتصادية للنظام الحالي في مصر سيد عبد النبي أم ماذا؟ يعني بالتأكيد زيادة الديون والكل بيعترف بها، يعني صحيح في بعض الخلافات حوالين يا ترى هي عدت الناتج المحلي أم لا،
لكن بالتأكيد إن زيادة المديونية بتقول إن قدرة النظام أو قدرة النظام المالي على تحقيق إيرادات توفر موارد لنفقاتي أو التزاماتي أصبحت محدودة أو أصبحت ضعيفة أو أصبحت غير موجودة. فمن هنا بدأ يستعيض عن تنمية موارده بالمزيد من الاستدانة. مصيبة الاستدانة إن بيتولد عنها في الأجل القصير أقساط وفوائد يعني يجب أن يتم دفعها، ومن هنا بتسبب أزمة كبيرة جدا وبتضغط على كل خطط التنمية. ثم يعني الاقتراض بيولد المزيد من الاقتراض من أجل سد الاقتراض، وبالشكل ده كده بندخل في الحلقة اللي بنسميها هي الحلقة الجهنمية اللي بتقود في النهاية إلى يعني توطين الفقر. نعم، توطين الفقر. طيب سيد عبد النبي، هل مصر وصلت إلى مرحلة الخطر الاقتصادي بعد ظهور هذه الأرقام الأخيرة على الأقل الخاصة بالشهور من 7/10/2016؟ هي في يعني لحظات تعثر اقتصادي حقيقي؟ لا، يعني خلينا بس نقول الحاجة، هو الكلام ده كان ممكن يبقى يعني سليم لو كنا احنا بنتكلم في عقود سابقة قبل يعني الألفية الجديدة. يعني كان في هناك تخوف من ان يتغول الدين العام عن اكثر من 68% من الناتج المحلي الاجمالي. الان اصبحنا نتحدث يعني نسمع عن اقتصادات كبرى زي الولايات المتحده الامريكيه فاق معدل الدين العام فيها 118%، بنتكلم على بريطانيا تقريبا الدين العام وصل الى 400% من الناتج. يعني ادبيات الاقتصاد تغيرت، لكن على الاقل هي بتمنع او بتعرقل امكانيات حدوث تنميه ونمو حقيقي. يعني الآن المأمول أو تأمل الحكومة أن تصل بمعدل النمو يقترب من 5% لحد عام 2020 أو 2030، رغم أن معدل النمو الآن في الحالي في ظل معدل النمو السكاني وفي عدد السكان الآن وفي ظل هذه الظروف يجب أن لا يقل عن 7.5%. يبقى أنت يعني تتحدث عن تنمية أقل مما هو يجب أن يكون من أجل أن يشعر المواطن المصري ببعض التحسن، وده بتتكلم عليه في المستقبل. يعني بالتأكيد لما أنت السياسات الفاشلة دي بتؤدي إلى مزيد من الضغوط وبتمنع تحقيق الأهداف في المستقبل القريب أو حتى البعيد. لعلك استمعت لكلام السيد الأستاذ مصطفى دكتور عبد النبي، وهو بيقول كنت بسأله رغم أن الحكومة يعني الأسعار غليت بشكل غير طبيعي خصوصا السلع الأساسية والغذائية وده بيمس الفقراء، جزء من الدعم سواء الدعم في الطاقة أو الدعم الغذائي أيضا قل، طيب ليه بعد كل هذه الإجراءات وهذا التقشف لم تنصلح الأمور؟ لا يا هو الإشكال زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، يعني هو مش عندنا ما تم تخفيضه سواء بقى من الدعم أو حتى زيادة الإيرادات الحكومية نتيجة ضريبة المبيعات. يعني مش معنى كده إن هي كانت الحكومة كان عندها إيراد فبدأت توفر جزء وتحوله إلى جزء للاستثمار أو لتحسين بيئة يعني الإنتاج أو غيره. الحكومة أساسا هي حكومة مدينة، نفقاتها المقدرة أكثر بكثير جدا من إيراداتها المتوقعة، فما هي وفرته يعني التقاشف ده لم ينتج عنه توفير أموال بالمعنى الحقيقي أو إيرادات ملموسة يمكن تحويلها من أجل ضخ استثمارات جديدة طبعا. أو إنتاج جديد. يعني هو مجرد أرقام، يعني هو تقشف رقمي فقط لا أكثر. طيب استاذ عبد مصطفى دلوقتي هو الاستاذ عبد النبي الدكتور عبد النبي بيقول لك ما فيش خطر ولا شيء، ما هي امريكا وصلت ل 118% و400% في بريطانيا، اذا يعني مساله مش بالخطوره اللي احنا بنتكلم طيب. بيها. يعني قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك، طبعا يعني استاذ الدكتور عبد النبي ليه كلامه على عينه وعلى راسي، بس يعني معلش هتحفظ على كلامه. انت لما يكون عندك على سبيل المثال انك انت دعم الوقود اللي كنت بتقدمه كموازنه عامه للدوله كان يعني قبل 3 اعوام 134 او 138 مليار كويس، ما تخفضوا حاليا في الموازنه العامه للدوله الى ما يقرب من 50 طيب في 3 سنين، يعني انت حصل عندك وفر ما يقرب من كام؟ حوالي ما يقرب من 80 مليار. صحيح. كويس؟ وعلى فكرة الكلام ده اعترف به وزير البترول طارق المولى. 80 مليار دي المفروض يا إما حاجتين، يا إما توجه لتمويل بنود أخرى تحسن بها مستشفيات، تبني بها مدارس، تعمل بها طرق،
او ان تقلل العجز في الموازنه العامه للدوله. ده اللي انا افهمه، انك انت خفضت دعم الكهرباء على اساس انك انت خلال 5 سنين هتشيل الدعم خالص، وانك انت تتعامل وبالتالي انت يعني وفرت مليارات الجنيهات من دعم الكهرباء. طيب انت في ذروه تهاوي اسعار النفط اللي انخفضت حوالي 60%، كانت مصر بتستورد وقود ب 13 مليار 13.8 مليار، نزلت لحوالي 6.7. طارق الملا كمان اعترف ان احنا وفرنا من دعم الوقود واستيراد الوقود حوالي 70 مليار، خاصة مع طبعا الوقود اللي كان بيجي من السعودية وهكذا. كل دي حصل وفر للموازنة العامة للدولة، حصل فلوس. طيب انت رفعت الأسعار، خفضت دعم الوقود البنزين والسولر عدة مرات، يعني رفعت الأسعار من خلال خفض الدعم المقدم ليه، خفضت فرضت ضرائب جديدة، عملت ضريبة القيمة المضافة على أساس أنها تجيب لك كام مليار، حتى الضرائب نفسها على السجاير والقصة دي كلها والمياه الغازية، رفعت الرسوم الجمركية مرة على 600 سلعة ومرة المرة الأخيرة على حوالي أظن 100 سلعة. كل دي كانت إجراءات تقشفية عنيفة بتستهدف أنك أنت الدين العام ينزل. ده ما حصلش. ده ما حصل. ده النهاردة أنت بتتكلم في 139 مليار زيادة في 3 شهور. إذا ضفت لهم الدين الخارجي أنت تتكلم في 219 مليار في 3 شهور. وبالتالي الحكومة استلفتهم خارجيا وداخليا. داخليا وخارجيا 139 مليار خلال 139 دين محلي استلفتهم من البنوك، واستلفت خلال الفترة دي حوالي 1.6 مليار دولار. أنا ما بكلمكش في الديون بعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقصة دي كلها اللي هي شهر هتظهر في الربع التاني. وبالتالي لا، الحكومة تقف كده تقول بشكل مفصل أنت هتستمر في هذا النهج، طيب فين برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ فين خفض الدعم العام؟ فين خفض العجز الموازنة؟ فين خفض الدين العام؟ طيب مسألة هتكلم على بريطانيا، مفيش خطورة لا يعني معلش مع احترامي الشديد للدكتور عبد النبي، احنا مصر ليست بلد مورد للنقد الأجنبي بشكل ضخم جدا زي الولايات المتحدة. يعني بمعنى ايه؟ انك انت الولايات المتحدة من خلال صفقات أسلحة أدوية اي تي القصة دي كلها ممكن تعمل كده كويس. الاقتصاد البريطاني رغم خطورة اللي حصلت من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وخروج من الاتحاد الاوروبي الى ان اقتصادها يعد الخامس في العالم. وبالتالي لا يعني المقارنة مش صحيح، صعب صعب ان احنا نقارن الحاله المصريه بالدول المتقدمه. طب يا دكتور عبد النبي، فكره النهج الذي تقوم به الحكومه المصريه الان، فكره الاستدانه التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، هل ترى ان هذه الفكره نافعه للاقتصاد، قادره على اقاله الاقتصاد المصري من عثرته، أم على العكس يعني؟ أنا من بداية كنت أتحدث عن أن الاقتراض هو مأساة وكارثة، يعني تقضي على كل مقاومات النمو ولا تساعدها، يعني هذا رأيي من القديم، يعني هذا رأيي أنا مؤمن به، وكنت أقول أن الاستدانة يتولد عنها استدانة، زي ما أنا كنت بقول لحضرتك، يعني الاستدانة توطن الفقر، يعني هذه وجهة نظري. طيب. يعني الاستدانة توطن الفقر. متخيل انت ان مجتمع بيبقى فقير، لن يكون قادرا على الانتاج، لن يكون قادرا على النمو، حتى ان حصلت له بعض الطفرات، كنا بنتكلم بقى على احتمال ان يبقى في اكتشافات غاز او اكتشافات بترول، ما سوف يعود على الوطن من هذه الموارد، سوف يتم توجيهه لسداد اقساط الديون وفوائد الديون، فانا ضد المديونيه على الاطلاق. تمام. طب دكتور عبد النبي، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم ان صبر 6 شهور كمان في مصر سيغير الأحوال، والدنيا ممكن تتغير بعد 6 شهور، بعض الناس بيتكلموا في سنة زي بعض الإعلاميين، تتوقع ده في ظل الأرقام اللي احنا بنتكلم عنها أن الدنيا اقتصاديا في مصر تتغير وتذهب للأحسن وينعكس ده على المواطن ولا لا؟ يعني أنا برضو في مسألة، يعني أنا حتى في يعني في بعض الأمور عندما يكون هنالك حديث مسترسل هو على عيني وعلى رأسي، لكن أنا شخصيا ما أقرأه كاقتصادي هو البيانات وهو الأرقام، يعني ما أرى إن إحنا عندنا تراجع في معدلات النمو، ما أرى إن إحنا عندنا تراجع في معدلات التصدير، ما أرى إن إحنا عندنا زيادة في الواردات. ربما أن هناك أشياء أنا لا أعلمها، يعني ربما أن
تصريحات السيد الرئيس واعضاء الحكومه او حتى بعض الاقتصاديين الذين يتحدثون عن ان هناك امال وان الدولار هيوصل ل 3 جنيه والناس بتعمل، ربما انا لديهم بيانات او معلومات هي محجوبه عنا ولذلك يتحدثون من موقع ثقه، لكنني شخصيا ما ارى من يعني من مؤشرات، ما ارى من بيانات، يعني ارى تراجع في معدل النمو، ارى زياده في معدلات الدين، وبالتالي اعتقد ان الموازنه العامه القادمه سوف تشهد زياده في عجز الموازنه. لا ارى ان المصانع المتعثره بدات تعود الى العمل، ومن هنا انا شخصيا لا اعتقد ان يعني ان يكون هناك زياده في الانتاج تؤدي الى زياده الصادرات او على الاقل الاحلال محل الواردات. يعني هذا ما اقراه انا من البيانات والمعلومات الموجوده والمتاحه، اما ان كان هناك بيانات او معلومات اخرى متاحه ومن هنا يكون هذا الكلام، فانا شخصيا لا اعرف هذه البيانات ولم اطلع على هذه المعلومات. استاذ مصطفى، يمكن سؤال في نفس السياق، فكره ان تغير الاحوال في مصر، ان الدولار هيوصل ل 4 جنيه و7 جنيه زي ما احد لواءات الشرطه السابقين قال، والدنيا هتتغير خلال عام. عمرو اديب بيقول كده، والرئيس السيسي بيقول كده، الكلام ده منطقي؟ الواحد بص يتمنى ان الدولار يكون بجنيه، يعني انا اتمنى شخصيا، لكن الواقع والارقام زي ما بيقول الدكتور عبد النبي لا تشي بشيء، بل بالعكس انا بتوقع في 2017 كالاتي: مزيد من زيادة الضرائب، كويس، مزيد من رفع الأسعار، ومزيد من الدين المحلي، زيادة في الدين المحلي. وبالتالي لا، المسائل صعبة جدا، لأنك أنت مفيش حتى هذه اللحظة مؤشر إيجابي من مواردك الستة من النقد الأجنبي بيقول أن أنا ارتفعت أو تحسنت. حتى قطاع السياحة، شوف الأرقام بتاعت امبارح، انخفاض بشكل لا تتخيلوش. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي ومسؤول القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، النافذة مستمرة، وبعد الفاصل نتابع لقاء مباشر مع الدكتور جواد أبو حطب رئيس الحكومة السرية السورية المؤقتة حول المشهد السوري. ابقوا معنا.